جوز من سيلس التي عن تاريخ طباعتها الطباعة الخشبية 200 المونوتايب 1040 لها طباعة 1454 التنميش 1500 الميزوتنت 1642 لاكوتنت 1768 طباعة الحجرية 1796 طباعة الحجرية الملون 1837 طباعة الدورة 1843 طباعة الوفسة 1875 المنضحة القرن 19 التنغيد الميكانيكي 1886 له نسخ الرسائل 1890 طباعة الشاشة الحريرية 1907 النسخ الكحولي 1923 طابعة توسامي الصبغة 1957 التنضيد الصوري استينات القرن 20 طابعة النقطية 1964 طابعة الليزر 1969 طابعة الحرارية 1972 طابعة نافثة الحبر 1976 ستيريليثغرافي 1986 طباعة الرقمية 1993 طباعة ثلاثية الأبعاد 2003 هذا الصندوق طابعة توسامي الصبغة طابعة السبلميشنهي طابعة حاسوبية تستخدم الحرارة لنقل الصبغة إلى مواد مثل البلاستيك أو البطائق أو الورق أو القماش. استعمل اسم التسامي في البداية بسبب اعتبار انتقال الصبغة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلة. تباين فيما بعد أن هذا الفهم للعملية غير صحيح، إذ يحدث بعض التسهيل للصبغة. منذ ذلك الحين صار الاسم الصحيح للعملية يعرف بانتشار الصبغة، ورغم ذلك لم يلغى الاسم الأصلي. تصاميم الكثير من الطابعات الاستهلاكية والتخصصية وتستخدم في إنتاج المطبوعات الفوتوغرافية وبطاقات الهوية والملابس وغير ذلك. لا ينبغي الخلط بين هذه الطابعات وطابعات نقل الحرارة التي تعمل بتسامي الصبغة، إذ تستخدم أحبار خاصات لإنشاء عمليات نقل حراري مصممة لإجراء طباعة على المنسوجات، وفيها تتسامى الصبغة بالفعل. يحدث ذلك في أقل درجات حرارة منخفضة، ولكن في وجود ضغوط أعلى، وخاصة في عمليات الطباعة المتكاملة. لطباعة بطاقة الهوية يلزم وضع رموز النصوص والشفرات الشريطية، وتطبع عن طريق لوحات سوداء إضافية توضع على الشريط وإمسكيه أواه. يعمل هذا اللوح الإضافي عن طريق الطباعة بنقل الحراري بدلا من انتشار الصبغة، إذ تنتقل طبقة كاملة بدلا من بعض الصبغة الموجودة في الطبقة من الشريط إلى الطبقة السفلية عند عناصر الصور التي يحددها الرأس الحراري.
تستمر هذه هي العملية الكلية أحيانا النقل الحراري لانتشار الصبغة لإفنان تكسره إفنان. طريقة العمل أكثر طرق العمل شيوعا لونا واحدا في كل مرة. إذ تخزن الصبغة على شريط بوليستر يحتوي على كل لون في لوحات منفصلة. تكون كل لوحات ملونة بحجم الوسيط الذي تطبع عليه. فعلى سبيل المثال تحتوي طابعة توسمي الصبغة 6 بوصات 4 بوصات على 4 ألواح مقاس 6 بوصات 4 بوصات. خلال دورة الطباعة تنقل بكرات الطابعة الوسيط واحدة من الألواح الملونة مع تحت رأس آلة الطباعة الحراري، والذي يتساوى عرضه عادة مع البعد الأقصر لوسيط الطباعة. تغير عناصر التسخين الطائلة الموجودة في رأس آلة الطباعة درجة حرارتها بسرعة، وتضع كميات مختلفة من الصبغة تبعا لكمية الحرارة المستخدمة. ينتشر جزء من الصبغة في وسيط الطباعة. بعد أن تنتهي الطابعة من طباعة الوسيط بلون واحد، تقوم الطابعة بتدور الشريط إلى لوحات اللون التالية وتخرج الوسيط جزئيا من الطابعة استعدادا للدورة التالية. تتكرر العملية كلها 4 أو 5 مرات في المجموع. تضع أول 3 مرات الألوان على الوسيط لتكوين صورة كاملة، وقد تكون هناك أو قد لا تكون عندي عملية انتقال حراري أسود في حين تضع المرة الأخيرة رقاقة على القيمة. تحمي هذه الطبقة الصبغة من الأشعة فوق البنفسجية والرطوبة. انظر إذا طابعت البطاقات طابعت نافذة الحبر مراجع 1993 7385 2001 صفحات 1627 مرشف من الأصل في 28 مارس 2020. اطلع عليه بتاريخ 5 أكتوبر 2011 7 2020 باللغة الإنجليزية. مرشف من الأصل في 6 يوليو 2019. اطلع عليه بتاريخ 16 فبراير 2020.